متابعين حلقتنا وبستقبل السيدة رولا ساري الدين من مدرسة لويس فيغمان ونديم عبدو المسؤول عن نشاطات الشباب بأركانسيال. أهلا وسهلا فيكم. أنتم معنا اليوم تنحكي عن التعاون اللي جمع المدرسة بعيد الخمسين مع الأركانسيال. قبل ما نحكي عن التعاون وعن كيف المدرسة رح تحتفل بالعيد، خلينا نبدا نحكي شوي عن هالمدرسه العريقه يلي خرجت اجيال وعطيت للبنان كمان اسماء لامعه بمختلف المجالات. لويس فيغمان مؤسسه تربويه لبنانيه مستقله علمانيه ما بتتوخر ربح. من مبادئها الاساسيه ترسخ الوطنيه وحب الوطن والانتماء والتعدديه. المدرسه فيها 1807 تلاميذ حاليا، موجوده بثلاث مواقع ببشيمون وجوره البلوط، من صف الحضانه البتي جاردان لصف السانكيام يلي هو الصف السابع بالعربي، وبعدين بيلتقوا الاولاد ببدارو بفرعنا الثالث ببدارو تيكملوا لصف الترمينال. بدارو هي نموذج مصغر الحقيقة عن المجتمع اللبناني بتعدديته باختلافاته بانتماءاته المتنوعة، وهذا الشيء من أهدافنا أنه نحن نكون مدرسة فيها من كل الناس. ونديم أركانسيال يعني كمان معروفة بمشاريعها الرائدة ودورها بالمجتمع اللبناني كمان لتنمية هالمجتمع بمختلف القطاعات. في لزوم أسألك ليش اخترتوا أركانسيال؟ صراحة اخترنا أركانسيال، نحن مدرسة تأسست بال 1965 على يد مجموعة من الستات الله يوجههم الخير، بيؤمنوا بمبادئ أساسية هي كيف نبني وطن، كيف نبني مجتمع لبناني سليم. ونحن اليوم بال 2015 عم نحتفل بال 50 سنة بالعيد ال 50 للمدرسة. بقى عادة بتصير الاحتفالات المعهودة، يعني الناس تجي بتهنيك وبتقرب صوبك وبتجي نحوك. نحن حبينا إنه نعمل العكس، نروح صوب الآخر نشوف طلباته وحاجاته، وحبينا نسمي هالعيد الخمسين هو عيد العطاء وعيد التوعية الوطنية إذا بتحب، يلي هن مبادئ راسخة بالمدرسة وبنشتغل عليهم نحن من سنين طويلة. ومن أهم الأشياء اللي بنشتغل عليها صرنا فترة طويلة هي التنمية المستدامة ديفلوبمون دورابل اللي بيجمع بين المجتمع والبيئة والاقتصاد. فحبينا نتوجه للآخرين بهالعيد ونعمل مشاريع متعددة. حقيقة عملنا مشاريع متعددة وأفكار متنوعة. قبل ما نفوت بكل هالمشاريع الحلوة وكيف رح تقدموها، خلينا نحكي مع نديم شوي. هي أول تجربة لكم بهالإطار هيدا مع مدرسة؟ صحيح، هي فرصة نادرة صارت. نحن كتير رحبنا وقتها مدرسة لويس فيغمان اتصلوا فينا. الحلو انه التلاميذ الأشياء النظرية اللي بتعلموها بخلال العام الدراسي سنحت لهم فرصة انه يطبقوها، انه كثير من البرامج اللي اخذوها قدرنا نحن نطبقها سوا معهم، بس بنحكي بالتفاصيل هلا. وعلى مدار السنه يعني بلشنا من اول عام دراسي عم نحضر تنوصل هلا بايار للاحتفال بالعيد. كيف صار التحضير؟ يعني شو هي المشاريع؟ نحن كمان عم نشوف صور لطلابكم. نعم، حقيقة اشتغلنا على مشاريع متنوعة تقريبا 15 مشروع. ليش 15؟ لأنه عنا 15 صف، 15 مرحلة دراسية من الحضانة للترمينال. المشاريع المتنوعة أركانسيال شريكنا الأساسي فيها لأنه قادر يقدم لنا ويساعدنا بتنفيذ هالمشاريع، لأنه متنوع المجالات، بيشتغلوا بالاجتماعي، بيشتغلوا بالبيئي، بيشتغلوا بالاقتصادي. فهيدي المشاريع اخترناها نتيجة بعد تفكير طويل أنه كيف فينا نخدم أكثر بتنوع أكثر. يعني رح أعطيك أمثلة اللي كان عم يحكي عنه النديم. مثلا الأولاد بمرحلة معينة بيتعلموا كيف يزرع، دورة الحياة تبع النبات، نزرع منسقم. اشتغلنا انطلقنا من البرامج الأكاديمية نحن وربطناها بالتنمية المستدامة. يعني تعلموا كيف يزرعوا، تعلموا كيف ينموا لهالنبتة، ونهار بخمسة أيار طالعين نزرعها بتعناية اللي رح يكملوا مشروعهم للآخر.
بمجال الفنون مثلا الاولاد اخذوا الفضلات الاشياء اللي منزتها نحن منكبها واللي ما بت ما ما بت ما بتلوث البيئه وما فينا نعمل لها اعاده تدوير استعملوها بالفنون عملوا منها لوحات فنيه بتزين. مشروع ثالث بالصور اللي عم نشوفها هلا كيف بنستعمل المواد الطبيعيه الطين والتبن لنبني عملوا مجسمات ماكيتات ل لا اشياء ممكن تكون طريقه بناء مناسبه للبيئه. تعلموا الاولاد مثلا بمجال الاقتصاد عندهم بروجي كثير حلو اسمه سيركانسيال تعلموا العاب بهلوانيه ومولوا هن هالمشروع من خلال بيع اساور مولوا لهم ومولوا لاولاد ثانيين ما بيقدروا يحصلوا على هالتعليم مولوا تعليمهم من خلال اركانسيال. شو حلو نديم. بس خليني كمل. هالمشاريع هيدي ان الله راد بخمس الشهر رح تتقدم كلها بمراكز اركانسيال. يعني المدرسه كلها ظاهره من المدرسه. نعم ال 1807 تلاميذ نهارتها رح يكونوا موزعين بمناطق مختلفه بلبنان بالدمور وبتعنايل وبجسر الواطي. حلو كثير. نديم يعني كمان وكبتوا الطلاب مثل ما عم تقول من بدايه العام الدراسي، شو اللي لفتك بهالطلاب يعني يلي هن من اعمار كثير 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 صغيره لا يوصلوا لعمر ال 17 او 18 سنة. صحيح كل ولد بدك تاخذ اكيد على حسب هو مقدرته شو في يعطي. نحن قسمنا المشاريع حسب مقدره الاولاد وشفنا انه بالاعمار الاكبر في عندهم بعد كمان للاخر بيطلعوا للاخر مثل ما كان عم تشرح رولا انه قدروا يعملوا مختلف نشاطات يطلعوا منها مدخول مادي تيقدروا هن كمان يساهمووا باعطاء شيء للاخرين. هلا اللي تعلموا السيرك بسيركانسيال اللي هي مدرسه السيرك عندنا باركانسيال رح يقدروا هن يعملوا سبيكتاكل رح يقدروا هن كمان يفرجوا الغير شو قدروا تعلموا ويهدوا بعض الاشخاص هالعلم هيدا نفسه. هيدي واحد من المشاريع اللي صارت. هلا كمان كنت عم تحكي لولا عن في شيء عم نسميه مزرعه نموذجيه عم نعملها بتعنايل بالمركز عندنا بالبقاع. هالاولاد عم يتعلموا كيف بده يزرعوا اشياء بحد مزروعات حد بعض كيف بيساعدوا بعض كيف هن كمان هالمزروعات بتبعد الحشرات الى اخره. تعلموا هالاشياء وبنفس الوقت رح يقدروا يطلعوا يزرعوها هن ويختبروا هالمجال هيدا. ممتاز. نحن بختام لقائنا معكم بدنا نقول لكم عقبال كل سنه وبالاستمراريه الدائمه. شكرا كثير ونتمنى كل التوفيق لاركانسيال يلي عم يعمل هالفرق بالمجتمع اللبناني. وكثير حلو هاللقاء بين حقيقه نحن بنتشارك نحن وياهم بالرؤيه وبالمبادئ يلي هي خدمه المجتمع الاخر يعني بنشارك نحن وياهم بكثير امور اساسيه منشان هيك شراكتنا ان شاء الله بتستمر بعد للسنين القادمه. ان شاء الله نشكركم على استضافتكم. اهلا وسهلا فيكم. ميرسي كثير. ميرسي. نحن رح نعمل جوله على ابرز النشاطات الثقافيه والفنيه من خلال التابلو يلي رح نشوفه على الشاشه. رح اجرب Women's World Exhibition عم بيصير بالفورم دو بيروت الساعة 4 بعد الظهر. بيروت جوسبل كوير بتلاقيكم بكنيسة مار يوسف الليلة الساعة 6 المساء ورا الباب مستمرة بمسرح شاتو تريانو ل 8:30. سبرينغ فيستيفال أو مهرجان الربيع بشارع المقدسي بالحمرة كنا حكينا عنه بإلايف مبلش من 10 الصبح والبيروت انترناشنال تانجو فيستيفال ليله ببيروت على 10 المساء. كونوا كتار يعني نحن عم نعمل جوله يوميه برانديفو على ابرز النشاطات الفنيه والثقافيه. انما صيف لبنان يلي رح يكون حافل اكيد رح نواكبه ورح تكونوا على الموعد معنا بمختلف المهرجانات الدوليه وحتى بمهرجانات المناطق يلي رح نضوي عليها من اقصى الشمال لاقصى الجنوب فتابعونا عبر اللايف. رح نروح لولوف فيم بعد شوي مع المخرجه والممثله باتي توتال يلي رح تحكي عن اعاده تقديم مسرحيتها يلي كلنا بنعرفها باسبور 10452 يلي قدمتها بفرنسا وقدمتها بكندا وكان سبق وقدمتها ببيروت. ثلاث عروض جديده مع باتي توتال ومشاريع ثانيه بعد شوي بولوف فيم.